نائب شعر الزجل بلبنان ورئيس جوقة الجبل، وهو رفق هالفن من الماضي للحاضر. أهلا وسهلا فيك. صحيح، أول شيء بدي أسألك سؤال عن حالة الزجل. صحيح أنه تراجع شوي عن قبل وأصبحت الحفلات ضيقة أكثر من قبل؟ لا، ما فينا نقول تراجع، بس ماشى مع الظروف. نعم، برق لبنان مثل ما بتعرفوا في حالات مع الأسف حروب وتهجير وقتل مدة كبيرة من الزمن، والزجل مرتبط ارتباط كلي بالجبل وبالجنوب اللي تعذب عذاب كفاية. كان في عنا 10-15 جوقة بغنوا الزجل، كانوا يعملوا 30 حفلة بالجنوب بس. اليوم مثلا جو جنوب الحمد لله ارتحنا شوي، إنما بالأول كنا بحالة تعيسة جدا. كتر خير الله ونشكر المقاومة، رجعتنا شوي نفسنا لنقدر نرجع نمشي كلمتنا الشعرية بالجنوب. والجبل كذلك الأمر مرق بحالة صعبة، وصرنا بوضع تعيس بالنسبة للمهجرين وشو اسمه، وهي قصة الزجل يعني. إنما اليوم عم يرجع يستعيد نشاطه، وعم نرجع نعمل حفلات وعم نرجع إن شاء الله. إلى أي مدى تعلق هالجيل الجديد بالزجل برأيك؟ الجيل الجديد بهالأيام هاي نعم. أكثر من الأول عم يتعلق بالزجل، لأنه بالأول كان الجيل القديم يستعملوا للمناسبات وللسهرات وللأعراس. هلا الجيل الجديد صني على ما عم بيشوف من برامج جديدة ومن تقدم، وما بعرف شو بسموها الجيل الجديد، صار عنده لهفة انه يسمع كلمة، شبع يمكن هز وما بعرف شو. صرنا عم نشوف بحفلاتنا ولاده 18 و20 و25، هاو ما كنا نشوفهم قديم. قديم كانوا يتبعوا التقاليد، يعني مثلا في عرس بالضيعة يروحوا الكبار يقولوا للصغير انت شو بفهمك بهالشغلة. اليوم نعم تفضل. اليوم عم نشوفهم عم بيلحقونا على الحفلات وعم بيغنوا زجل. الجيل الجديد عم بيغني زجل من ابن 15 و16 سنة. نعم، شو الفرق لكن بين الزجل قديما والزجل حديثا؟ الزجل الحديث، الزجل الحديث ما في زجل حديث وزجل قديم، زجل زجل شعر. شعر في شعر حديث شعر إذا بدك تسميه هيك. عم نحكي بالزجل هلا، يعني قديم كان الزجل على الأرض. نعم، قبل شحرور الوادي كانوا يحطوا مساند على الارض ويقعدوا، ويجوا ضيعه تجيب شاعرها معها، وضيعه ثانيه يكون معها شاعر، ويعملوا مجابهات ويغنوا على الارض على الطراحه. واجا الشحرور بعدين لقى انه هال الجو له انصار وله محبين، حاول يرفعوا بمستوى انه بدل ما يكون هالضيعه جايبه شاعرها وهالضيعه جايبه شاعرها، بيجمع الشاعرين فرد جوقة. نعم، عمل جوقة سماها جوقة شحر الوادي، من 4 شعراء طلعوا على منبر، عملوا كراسي وطاولة وعملوا دخولية. ما كان في دخوليات بالأول، ما كان واحد يدفع مصاري يحضر زجل. ومشيت من هديك الوقت عن أيام شحر الوادي الجوقات، وبعضه نمط بيته كفي لليوم. أول جوقة عملت زجل على المنبر هي جوقة شحر الوادي. كنت احد رفاق الشاعر الكبير خليل روكوس. نعم، وكنت عضو ايضا بجوقته، جوقة نعم. الجبل. خبرنا شوي عن مزاجية الاستاذ خليل، يعني هل كان يحب الارتجال وكيف كانوا يطلعوا منه الاشياء المرتجلة؟ كان سريع الفكرة وكان يحب يرتجل، بس ما كان يوثق كثير كان يخاف على كلمته، كان يفتش كثير على الكلمة. يعني كان اذا بده ينقي، بده يعمل قصيدة، بده يجمع الدنيا كلها بمثل بصحن وينقي منه القصيدة اللي بده يعملها. واليوم اللي عم يرتجل بده يطلع منه اشياء كثير، ما راح يطلع مثل ما هو بده. كان يفضل انه ينقي كلمته ويقولها، مع انه كان يرتجل من شعراء الارتجال الكبار. نعم، حضرتك بتحب الارتجال؟ بحبه، بس ما مش بكل الاوقات، لانه في نفسيات الشاعر مش دوين بتكون مستعدة للارتجال، وانا يمكن بيعرف معروف عني بالارتجال. نعم، بس في طارح يبقى واحد مش حابب جو مش عذاب. نعم، امتى برايك كان العصر، اذا فينا نسميه عصر الزجل الذهبي؟ من الخمسين للسبعين. نعم، خمسينات، ستينات، سبعينات. يعني 56 وطلوع 52
بلشنا بالتلفزيون على الهواء تلفزيون لبنان كتر خير بلشنا معه. نعم. ما في يعني يا ريت كان في فيديو يمتى نرجع نشوف خلي الركوز كيف كان عم يغني بالتلفزيون لبنان. كنا نرجع الماضي نعمل جوقتين, جوقة تعمل عريس وجوقة تعمل من أهل العروس. نعم. ويجتمعوا مع بعضهم وبعدين يرجعوا يعملوا زيارة لأهل العريس, جوقة جاية مع العروس جايز العروس على الديار ترد زيارة لأهلها ويجاوبوا أهل العريس من تاني ميل أهلا وسهلا بالشباب. حلو. البيت إلكم مش لنا وهيك. نعم. كنا نعملهم هودي بهذيك الأيام. وحاليا شو أخبار جوقتك الجديدة؟ هلا عم نسافر لبرا بالشتاء وبالصيف عنا حفلات بلبنان هون مناسبات أعياد نوادي عنا شوية نشاطات. يعطيكم العافية. بحفلاتكم تجرية للمغتربين هل بتلاقوا إنه بعد عندهم نفس اللهفة للدجل أو تراجعت لهفتهم عن قبل؟ لا بعدهم أكثر من قبل لأنه اللي عايش برا أقل شيء بيذكره بلبنان ببكي. نعم. خصوصي هالشيء اللي عمله بيفهمه بسرعة مثل شعراء العامة عمله بيعملوا حفلات هلا بينطروا فيروز كلهم بيسمعوها على الكاسيتات وعلى شو اسمه بس بينطروا فيروز تروح على أمريكا تجتمعوا 12,000 شخص يسمعوا حبيتك يا لبنان. نعم. ونحن وقت بنغني على المنبر منحس انه اللي عمل بيسمعنا عمل بشد فينا تننقله على الضيعة اللي هو راح منها لهونيك وعم بيتمنى انه تستعجل الرجعة معه. نعم. وان شاء الله حكامنا هون بيكون عنده نفس تلفتي لهالناس يخلون يرجعوا مثل ما هني عمل. نعم. بفكر ان شاء الله كل المغتربين احنا هيدا اكتر شيء نتمنى انه لو كلهم بيرجعوا على لبنان كانت اكد انه هول عم نلتقي فيهم كلهم حابين يرجعوا. نعم. بس بدهم الطريق ان شاء الله يرجعوا ان شاء الله خير. خبرنا شوي هيك شيء فصل بيضحك صار معكم خلال حفله دجليه وبعدك بتتذكر يعني. شيء مفاجاه صارت معكم ما كنتوا حاسبين الحساب وبعدكم يعني بتتذكروا. يعني بخبرك شغله كان عندنا حفله وصارت شي الساعه 10 بدنا نطلع على المسرح. نعم. عامل لنا مسرح خشب صرتين ونطلع عليه. طلعنا على المسرح ما لحقنا عدنا هدينا الميكروفون بايدنا أجد المنبر فينا على الأرض صاروا الخشيب فوق منا ونحن تحت الخشيب وبعده الميكروفون بإيدي. بدنا ننقذ الجو يعني صارت الناس تضحك وتزقف. قلنا لهم عرفتوا يا أهل بهالحي جوقتنا جوقة كبيرة يا أو منبرها شوي يا جيبوا جوقة صغيرة. صار الناس يزقفوا ويضحك. فنرجع شوي للقديم. قديم كنا نغني بدون ميكروفون. هلا فقت على الميكروفون. قديم كنا نغني بدون ميكروفون قد ما فيك تسمع الناس لا في ميكروفون ولا في كهرباء حتى. نعم. علقوا اللبس بالشجرة والناس على بالفلا يعني بالفلا ويعملوا سياج مش مثل اليوم مطاعم وكاس وميكروفونات وسيستم صوت يعني كان الصوت يودي بالأول. كان الصوت يودي يعني كان يودي كانت الناس تفرض على الصوت يودي. يعني إذا واحد قاعد قدام عند اللي بيخربش يقول له سمع بدنا نسمع. اليوم لا بيسمع هو عم بيخربش على الصوت. نعم. هلا انا حابه لو بتسمعنا هيك شيء قصيده اخر قصيده غزليه كتبتها سمعنا منها شيء. بدي اقول لها كيف بدي اقول لها بحبك بحبك ولكن منطق العقال ما عاد حق الهوس بالحب يعطيني ولا بريد عني علقت بشبكتك ينقال ولا بريد طوعي على حب بتحرقيني يا ريت بقدر بعنقك كون شي سلسال وإيدك عبكرة بلا تبكي لتمسيني وأوقع وإخرق بمطرح ما بالي بال وإيدك تفتش علي وما تلاقيني أو شي مراي الصبح وقف بصمت قبال تفريع ملعي بفتح مائي مزيني
ومرمغ عيوني على عاشق بدون خيال، وحالك تشوفي علي وما تشوفي. يا ريت بقدر بايدك كون شي مغزال، وايدك تعلي وقرب وجهك تبرميني، وعربس عخيطي وبسنك تلعقت تنشال، المس الشفه وغصب عنك تبوسي. هيدا تمني بيجبر خاطري ما زال، آدم لأجله ترك فردوس عالهيني، مش قد آدم أنا كان في عجن بغلال، وما زال آدم أكل تفاح طعمي. هذا شو حلو كثير. حلو كثير. يعطيك ألف عافية. روحنا لك، حسيت كأنه ماشي على البول. نعم، حقيقة حلوة كثير كانت القصيدة. نحن بنتشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله دايما بتكون بهالهمة، ونتأمل أنه نلتقى فيك بعد بلقاءات. الله يخليك، إن شاء الله خير. شكرا.